حضراتكم سمعتم. اذا احنا عندنا اتجاهات، في اتجاه بيرى الغاء الدوري. ليه الغاء الدوري؟ الموسم كده هيستمر 13 شهر، خلي بالك بطولة افريقيا هتيجي، هيبقى فيها شهرين في صيف هذا العام، هيتوقف حسب التعليمات الفيفا والكاف ان النشاط المحلي ينبغي انه يتوقف، ثم بعد ذلك ستعاود. انت هتوصل ل13 شهر، مفيش بطولة دوري في اي دولة في العالم بتتجاوز العام بهذا الشكل. لكن المشكلة طبعا ان الاندية الرياضية ماضية عقود رعاية. طب الرعاية دي هتتحسب ازاي؟ معايا على التليفون الناقد الرياضي الزميل العزيز استاذ لطفي السعان. بعد مساء الفل، عاوز اعرف من حضرتك هل هناك نية حقيقية الان في اتحاد الكرة لإلغاء بطولة الدوري هذا العام بسبب الصعوبات اللي هتقابلها؟ استاذ لطفي. اي يا فندم، مع حضرتك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. سمعت سؤالي؟ سمعت يا فندم، اتفضل. هو ايا كانت الصعوبات، واحنا الاسبوع 26 يخلص 11 و12 مارس، اسبوع 26، فتبقى 8 اسابيع من المسابقه، ما فيش صعوبه ولا حاجه في اتمام المسابقه. يعني الجدول المعلن حتى هذه اللحظه لغايه الاسبوع 26 اللي هو يخلص في 11 و12 مارس المقبل. طب الجدول ده مش هيتعدل مع بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ لا، مش هيتعدل مع البطولة ده، المفترض يخلص في كل المؤجلات اللي باقية. الفرق اللي بتلعب في أفريقيا وبطولات عربية وما إلى ذلك هتكمل من 13 لغاية 28/3 كل المؤجلات الخاصة بيها. لكن هي الكارثة الحقيقية إن حالات الصراع الداخلي في اتحاد الكورة وانقسام مجلس إدارة اتحاد الكورة ما بين مؤيد لسين ومؤيد لصاد ومؤيد لعين، أو تحديدا بوضوح أكتر حتى الناس تكون عندها صورة شاملة، من هو مؤيد للأهلي، من هو مؤيد للزمالك، من هو مؤيد لبيراميدز. في حالات الانقسام وحالات هذا الصراع هو ده اللي يؤدي إلى إلغاء بطولة الدوري. فيما عدا ذلك المسابقة مستمرة بحكم التنظيم ولا يوجد فيها اي غضاضه، لكن المشكله الحقيقيه في الاتجاهات السافره داخل اتحاد الكره نتيجه التعظيم لاخر او التكبير في البعض دون الاخر، او استماله اتحاد الكره لشخصيات بعينها دون الاخر. ما فهمته منك بان أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز الإدارات فيها هي اللي ممكن تؤدي تصرفاتها إلى إلغاء الدوري. طبعا التصرفات اللي بتحصل هتؤدي لذلك. واتحاد الكرة نفسه مقسوم، يعني في جبهة مع بيراميدز وفي جبهة مع الزمالك وفي جبهة مع الأهلي. الجبهات المتصارعة داخل اتحاد الكرة في النهاية هيقولك فركش، مفيش دوري. طيب إذا تم إلغاء الدوري على أي أساس هنختار الفرق اللي هتشارك في البطولات القارية؟ على الموسم الماضي. الموسم الماضي اللي هم نفس السابقين، زي ما قال المهندس فرج عامر مع حضرتك من شويه، اللي هم اللي شاركوا من العام الماضي هم نفسهم اللي شاركوا بنفس المستوى. طب حقوق الرعايه والمليارات اللي بتنفق على الرعايه؟ حقوق الرعايه دي بقى هتدخل بقى تتكلم بقى حضرتك بتتكلم بقى في شركات هيبقى فيها مشاكل لانديه، وهيبقى فيها مشاكل اتحاد الكوره. قد يكون اتحاد الكوره يقدر يلم نفسه في الموضوع ده، لكن الانديه هي اللي هتواجه مشاكل، خصوصا ان في حالات انتقالات تعدت النص مليار خلال صفقات يناير. لا، انا بتكلم عن الاعلانات. حقوق الرعايه الشركات هتلتزم بدفعها، ما مش هتلتزم بدفعها. مش هتلتزم طبعا بدفعها، امر طبيعي جدا ان انا ما كملتش عقدي فمش هلتزم وافرض خصومات وما الى ذلك، وامر طبيعي جدا وبيحصل. كناقد رياضي متخصص وكبير استاذ لطفي، شايف الاصلح للرياضه المصريه ايه؟ استكمال الدوري ولا الغائه؟ والله دي متوقفه على حاله التناغم اللي موجوده ما بين نادي الزمالك وبيراميدز هذه الايام، وحاله الحرب المرفوعه على النادي الاهلي في هذه الفتره خصوصا. انه لا يجوز في كرة القدم ان يكون هناك اتفاق بين اندية ضد نادي اخر، او اتفاق بين ناديين منافسين على تغيير مباريات. لا هي من مبادئ الفير بلاي اللي بيدعو ليها الاتحاد الدولي، ولا هي من مبادئ رفض التلاعب في المباريات. لان لو تركنا الساحة النهاردة
الى اتفاق، لو قضتنا الظروف ان 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 ان, إن خلاص ان الزمالك يبقى يحدد ان هو بطل الدوري ومتوقف عليه ان هو يكسب بيراميدز في المباراه المقبله، وبيراميدز ساب المباراه للزمالك، ما هو الوضع؟ طب في المقابل اتجاه مجلس اداره الزمالك لو جرى الغاء الدوري، هل مجلس الاداره هيعترض في نادي الزمالك بصفته متصدر الترتيب؟ ما هي حتى لو اعترض هيعمل ايه؟ ما فيش فيها اعتراض، ما فيهاش اعتراض. ما هو يعني المدهش في الامر يا استاذ محمد ان النهارده انت منافس وبفارق عدد كبير من النقاط، وبتحاول تعطل المسابقه بشكل غير عادي، وبتحاول تلقي بظلالك في اي مشكله بشكل او باخر. انت بتتكلم كده على نادي بيراميدز تحديدا؟ اتكلم على الاثنين، الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز يعني الاضمن له الدوري حاليا حتى هذه اللحظه الزمالك، امر طبيعي اللي هو متصدر وبفارق كبير من النقاط. طيب انت هتكمل ازاي في ظل الصراعات اللي موجوده؟ متفق معاك. اشكرك هتكمل ازاي؟ اتفضل. أشكرك أستاذ لطفي السعاني الناقد الرياضي، معلقا حتى هذه اللحظة لم يتم حسم القرار داخل مجلس إدارة نادي اتحاد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم باستكمال بطولة الدوري أو توقفها، لكن أعتقد أن الأيام القليلة القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد القرار النهائي في هذا الملف. وإن كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أنه لا نية لإلغاء الدوري، حبينا نحيط حضراتكم بما يجري فيما مسألة الدوري العام. آخر خبر في الفقر